كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده. التكامل مع كافة فئات المجتمع وإعلاء قيم التكافل الاجتماعي بما يسهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين هو هدف أساسي في استراتيجية وزارة الداخلية، وتسعى لتفعيله من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تتجدد بسعيها نحو تقديم مساعدات عينية للمواطنين تم تجهيزها بعناية وبما يليق بهم. انطلقت المأموريات من مديريات الأمن لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة، كما تم اختيار المستفيدين من المبادرة بعناية حتى تصل لمستحقيها، وهو ما أشاد به المستفيدون، وبالدعم والمساندة المتواصلة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم على مدار العام من منطلق دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية. مبادرة حلوة جدا وكويسة وبتعمل لنا كل حاجة، ونشكر سيادة الرئيس ونشكر وزارة الداخلية، نشكر الرئيس على اللي هو بيعمله معانا ونشكره قوي قوي قوي. بالشكل ده فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافة هي مش بس كلام، شوف قد ايه في قلوب حواليك. لم يقتصر الأمر عند حد إقامة الشوادر لتوزيع المساعدات، بل انطلقت قوافل المساعدات الإنسانية إلى المستحقين لها في أماكن إقامتهم حرصاً على استفادة أكبر عدد من المواطنين منها. وبهذا يتواصل الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، والذي يتكامل مع توجيهات القيادة السياسية لتقديم الدعم للأسر المصرية ورفع الأعباء عنها. من هنا يتأكد أهمية الدور الإنساني لمبادرة كلنا واحد في كل مراحلها.